الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على أشرف المرسلين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والأخيرين وكل ما لله عز وجل الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بإذن الله سأتكلم اليوم عن بحث غاية في الأهمية، بحث طبي وهو شرب الماء الساخن على المعدة الفارغة، موضوع هام ليتني أستطيع إيصاله لكل الناس، فما من شيء أغلى بعد ديننا من عافية الأبدان. ده بحث طبي اكتشفه بعض الخبراء اليابانيين، هو بحث عظيم وأنا تأكدت من صحة هذا البحث بعد أن بحثت في كل المنتديات في كل المواقع. هو يوافق السنة ويوافق آراء الأطباء. لو أن كل من يحصل على هذا البريد يرسله إلى من يعرفه فإنه سيكون سببا في إنقاذ حياة إنسان، العلاج بالماء الساخن. لا تصدقوا الكم الكبير من الأمراض التي قدر الله سبحانه وتعالى شفاءها بالماء، فله الحمد والمنة. قام الاتحاد الياباني للأمراض بنشر تجربة تالية للعلاج بالماء، حيث بلغت نتائج نجاحه 100% للأمراض التالية: الصداع، الضغط، الدم، فقر الدم اللي هو الأنيميا، داء المفاصل، سرعان خفقان القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحلق، الربو، السل، التهاب السحايا أو أي مرض آخر يتصل بالمسالك البولية، فرط الحموضة والتهاب غشاء المعدة، الدسنتريا، الإمساك، أي مرض يتصل بالعين والأذن والحنجرة. طريقة العلاج بالماء الذي تم غليه: استيقظ مبكرا صباح كل يوم واشرب أربع كاسات ماء، ساعة كل منها 160 ملي. نحن نعرف طبعا ان الماء لتر الماء في 1000 ملي متر مكعب، ف 160 متر ساعة هتشرب أربع كاسات ماء ساعة كل كاسات، يعني حوالي أكتر من نص لتر بشوية على معدة فارغة. يكون الماء مائلا إلى السخونة ليس ساخنا يشوي اللسان، يعني يكون فاتر السخونة، وإنما يحبذ أن يكون دافئا قريبا إلى السخونة. لا تتناول أي طعام، أي نوع من أنواع الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة. يبقى هتشرب الأربع كاسات مية فاترة مش سخنة قوي، هتنتظر 45 ساعة لربع. لا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التاليتين لكل وجبة. ماشي؟ يبقى النقطة الأولانية هنشرب الأربع كاسات دول الصبح بدري أول ما نصحى من النوم، هتكون مية فاترة سخنة إلى حد ما، كل كاس 160 ملي. بعد كده هنستنى 45 دقيقة ناكل، وبعدين بعد كل وجبة هنستنى ساعتين ما ناكلش، لا نتناول أي طعام أو شراب خلال ساعتين التاليتين لكل وجبة. قد يواجه البعض أو المرضى المسنون صعوبة في البداية في شرب أربع كاسات ماء في وقت واحد، إذ يمكنهم أن يتناولوا أقل من ذلك على أن يعملوا على زيادة الكمية تدريجيا إلى أن يتمكنوا من شراب الكمية المقترحة في غضون فترة زمنية قصيرة. قد أثبتت نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة اليابانية المبينة مع كل منها. طبعا ده بحث ياباني، كلنا نعرف مدى تقدم اليابان في هذا المجمار. داء السكر أو داء السكري 30 يوما، ارتفاع ضغط الدم 30 يوم، مشاكل المعدة 10 أيام، السرطان بأنواعه 9 أشهر، والتهاب السحايا اللي هو السل 6 أشهر، الإمساك والمغص 10 أيام، مشاكل المسالك البولية والكلى 10 أيام، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة 20 يوم، مشاكل الدورة الشهرية 15 يوم، مشاكل القلب بأنواعها 30 يوم، الصداع 3 أيام، فقر الدم والأنيميا 30 يوم، السمنة 4 شهور، الصرع والشلل 9 شهور، مشاكل الجهاز التنفسي 4 شهور. جرب لن تخسر شيئا. طبعا مش معنى كده ان احنا هنهمل العلاج الطبي، لا، لو الانسان المريض ياخد العلاج الطبي اللي الدكتور وصفه له، ولكن هذا علاج مكمل باذن الله سيحدث تحسن. وقد بحثت عن هذا البحث وتأكدت من صحته في المنتديات، حتى ان في بحث بريطاني قريب من هذا قالوا ان كثرة شرب الماء مفيد جدا، نقل شرب الماء تؤثر على خلايا المخ وتقلل مستوى ذكاء الانسان
بتؤثر تأثيرا سلبيا على الكلى، تؤثر تأثيرا سلبيا على الكلى، ومن المعروف ان الكلى حساسة جدا. الناس اللي بتشرب ميه كتير تمام، قالوا الانسان مش يشرب 2 لتر او 3 لتر في اليوم، ده يشرب من 6 لتر او اكتر. بعض الناس قالوا من 6 لتر 8 لتر. يبقى اذا الكلى حساسة جدا، قالوا ان الكلى الكلى اذا انخفضت كفاءتها مثلا من 90% بقت 80%، ال 10% دول لا يمكن يرجعوا ابدا، 80 بقت 70 لا يمكن يرجعوا ابدا. فكثير من الناس الذين يعني يعانون او الذين وصلوا لمرحله الفشل الكلوي، كان من اسباب هذا المرض انهم لا يكثرون من شرب الماء. شرب الماء يغسل الجسم، ينزل يخلص الجسم من الاملاح الرواسب، يساعد على زياده نشاط الكلى والكبد وعلى نظرك وتجديد الخلايا والشباب. فاللي نجرب ان شاء الله البحث العظيم ده ونحاول ان احنا نطبقه باذن الله في حياتنا. ان شاء الله هتكلم على بعض السنن المهجوره، كنت اتكلمت عن هذه السنن قبل ذلك لكن لاهميتها القصوى ساتكلم عليها مره اخرى. سنه 4 ركعات بعد العشاء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء عن الصحابه رضي الله عنهم، هذه احاديث صحيحه، ان عبد الله بن مسعود قال: من صلى 4 بعد العشاء يحسن فيهن القراءه ويتم فيهن ركوعهن وسجودهن كانت له بعد لهن ليله القدر. جاء هذا الحديث ايضا مرفوعا عن السيده عائشه وعن كثير من الصحابه. عبد الله بن مسعود عقب في هذا الحديث قال: الاربع ركعات دول تصلى متصله، تصلى متصلات، ما يقطعش تسليم، يعني هنصليها زي ما كانك بتصلي العصر او المغرب، عصر او العشاء، ركعات متصلات، تشهد اوسط، وهتروح قايم مش هتسلم. يستحسن ان الانسان ما يتكلمش بين بعد بين العشاء وبين الصلاه دي، هذه صلاه هتقايم في صلاه. هياخذ اجر ليله القدر، كان يصلي هذه الاربع ركعات ليله القدر. هذه سنه مهجوره وصواب عظيم جدا، لان لما كان الله سبحانه وتعالى لم يرد ان يحرمنا من ثواب ليله القدر كل يوم. يبقى غير الشفع وتر، هنصلي اربعه، هنصلي 4 ركعات بعد العشاء، 4 متصلات بنيه ليله القدر، بنيه ان انا احصل على ثواب ليله القدر، وهذا ثواب عظيم. برضه سنه من السنن المهجوره يعرفها البعض ويجهلها البعض. من صلى قبل الظهر 4 بعد الظهر 4 حرم الله جسده على النار. معظم الناس بيصلي 4 و2 او 2 و4، لا احنا نصليهم 4 و4. اذا من داوم على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. سنه اخرى: رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4 حتى قال العلماء، قالوا ان هذه سنه راتبه، كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، انك تصلي قبل العصر 4 ركعات. افعل هذا ويداوم على هذا فانه يدخل في رحمه الله سبحانه وتعالى. اذا دخلت المسجد مش تصلي ركعتين بس، تصلي 4 بنيه تحيه المسجد وبنيه انك تاخذ تفعل هذه السنه المهجوره. الاثنين الاولين هيبقوا تحيه مسجد، الاثنين الثانيين هيبقوا تكمله الاربعه. عايز تصليهم متصلات ماشي، عايز تصليهم 2 بعدين 2 ماشي. لو صليتهم 4 هيكون اريح لك او ايسر لك، والايسر هو الافضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يقدم الايسر. صلي 4 متصلات ما فيش مشكله، بنيه سنه تحيه المسجد، وبنيه ايضا انك تصيب سنه الرسول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات قبل العصر وتدخل في رحمه الله سبحانه وتعالى. قول ماسور عظيم للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال: لن احلف بالله كاذبا خير لي او احب لي او اهون عند الله من ان احلف بغيره صادقا. لن احلف بالله كاذبا، وتحلف اليمين، وده من اكبر الكبائر، من عظائم الذنوب، الانسان يحلف متعمدا بالله وهو كاذب. قال: من حلف بالله لأن أحلف بالله كاذبا أهون عند الله من أن أحلف بغير الله صادقا. طبعا كثير من الناس يعني يقولون وحياة أمي وحياة أبويا وحياة أولادي ورحمة أمي ورحمة أبويا النبي والمصحف وحياة كل هذا شرك، هذا شرك. الرسول قال: من حلف بالله فقد أشرك. في رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد كفر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا للاسف كثير من الناس يعرفون هذا ويصرون على هذا ولا يعرف انه يرتكب كبيره من اكبر الكبائر، فهو هذا شرك بالله. اذا حدث هذا كيف نتوب من هذا الموضوع؟ اذا حدث الانسان متعود على هذا يدرب نفسه ممكن ان هو يطلع صدقه. اذا انسان بيعمل ذنب معين زي الذنب ده مثلا، متعود ان هو يقول وحياه اولادي وحياه امي وحياه ابوي، ينذر بينه وبين ربه انه سيتصدق ب10 جنيهات ب5 جنيهات ب20 جنيها اذا فعلت هذا الذنب مرة واثنين هتعمله، هتتصدق هتبطل.
يبقى لسان عشان يتخلص من زلة اللسان دي ينذر بينه وبين ربه نذرا، مثلا يعهد الله سبحانه وتعالى ان لو فعلت هذا الذنب ساتصدق بصدقه معينه مره او اثنين هتبطل. طب كيف التوبه؟ التوبه بان تقول، ان تجدد ايمانك، ان تقول لا اله الا الله وحده لا محمد رسول الله. اذا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله فباذن الله تبت، لانك جددت ايمانك واثبتت اسلامك وايمانك بالله سبحانه وتعالى. برضو قول عظيم لعبد الله بن مسعود قال: من عبد الله بين الركن بين الركن والمقام في الكعبة 70 عاما ثم أتى الله وهو يحب ظالما حشر معه في نار جهنم. من عبد الله 70 عاما بين الركن والمقام ثم أتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو يحب ظالما حشر معه في نار جهنم، تأييدا وتصديقا لقول الله سبحانه وتعالى: أولئك إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. فالعبادة ما هي إلا طريق للتقويم ولزيادة التقوى، إذا لم تؤدي غرضها لم يكن لها أي منفعة ولم تقبل عند الله سبحانه وتعالى. سأطلع عليه بعض الأفكار العظيمة التي قلتها قبل ذلك. ذكر عظيم: عثمان بن عفان رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله تفسير قول الله سبحانه وتعالى: مقاليد السماوات والأرض. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يسألني عنها أحد قبلك. ثم قال له: له مقاليد السماوات والأرض هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قلها 10 تصلي، قال عثمان هذا قلها 10 حين تصبح و10 حين تمسي، يكون لك 6 خصال يكون لك 6 خصال. إن استطعت أن تقولها بعد كل صلاة يكون أفضل. أولا تحرص من إبليس، ثانيا يحوك 12,000 ملك يصلون عليك ويستغفرون لك، تفتح لك أبواب الجنة 8، تزوج من الحور العين كفى ما شئت، يكسر تزويجك من الحور العين، وأدنى أهل الجنة منزلة يقول له 12 زوجة 72 زوجة من الحور العين، وعليه منزلة أو الذين يكثرون من الأذكار ذكرين الله كثيرا وذكر، وهذا ذكر منهم من هذه الأذكار من الأذكار العظيمة، يكون له الألاف، تعطى قنطارة من الأجر، تعطى قنطارة من الأجر. والقنطار كما قال العلماء بعضهم قال القنطار خير من الحسنات بين السماء والأرض، يعني لو ملأت بين السماء والأرض حسنات القنطار خير منه، وبعضهم قال القنطار خير من 12,000 أوقية من الذهب، وبعضهم قال القنطار حسنة التي لا تحصى، بعضهم قال القنطار أفضل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. أيا كان فالقنطار شيء عظيم جدا في الميزان يوم القيامة. يعطى أجر من قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، جل الثواب العظيم، يعطى أجر من قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. يعطى أجر حجة وعمرة، كأنه حجة واعتمر، حجة عمرة تامة. إن مات من يومه مات شهيدا، وإن مات من ليلته في هذا وبعد أن قال هذا الذكر نال منازل الشهداء. ذكر آخر برضو الأذكار العظيمة جدا يريد نحفظه ونقوله مرة واحدة هس بعد كل صلاة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه كان يذكر الله سبحانه وتعالى، فدخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ماذا تفعل يا أبا أمامة؟ يا أبا أمامة قال: له يا رسول الله أذكر الله. قال: أفلا أعلمك ذكرا؟ إن قلت يكون لك أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ قال له: بلى يا رسول الله، ذكرك الله النهار مع الليل أو الليل مع النهار، أي إنك لو ذكرت الله سبحانه وتعالى اليوم كله 24 ساعة لم تفطر لحظة واحدة لن تبلغ هذا الذكر ولو مرة واحدة. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد ما في، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول الحمد لله مثل ذلك، أقول تاني مرة تانية لأنه ذكر عظيم جدا. الحمد لله سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. ثم تقول الحمد لله مثل ذلك. طبعا لك أن تتخيل
سبحان الله، من قالها مرة واحدة ورثت له نخلة في الجنة، وأخذت والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. قلت سبحان الله عدد خلقي، أخذت حسنات بعدد خلق الله سبحانه وتعالى. ثم يغرس لك نخل في الجنة، لك أن تتخيل ملايين النخل، يبقى تأخذ ملايين مليارات مليارات الحسنات، وسيغرس لك عدد لا تتخيله من الشجر في الجنة. الشجرة في الجنة ساقها من ذهب، جذعها من الياقوت الأحمر، أوراق الشجر كآذان الفيلة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغ آخرها. الشجرة الواحدة، لما تقول سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به ثم عرج به إلى السماوات السبع، وجد إبراهيم عليه السلام مستندا للعرش، قال له أهلا بالأخ بالابن بالأخ بالابن الطيب، أقل أمتك مني السلام، وأبلغهم أن الجنة طيبة، أن الجنة طيبة التربة، أن أرضها قيعان، وأن ترابها المسك والزعفران، وأن حصباؤها اللؤلؤ والمرجان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل الذكر ده ذكر جامع، تأخذ به مليارات 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 الحسنات، تغرس به كثيرا كثيرا من النخل والشجر في الجنة. ذكر آخر عظيم برضو وسهل جدا، أن تقول بعد صلاة العشاء حين تصبح وحين تمسي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات، ثم تقرأ نهاية أو 3 آيات الأخيرة من سورة الحشر، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. بتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 3 مرات، ثم تقرأ هذه الآيات 3، إذا مت من يوم من ليلتك مت شهيدا، إذا مت من ليلتك مت شهيدا. ذكر آخر، إذا قلت اللهم، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حسنه الإمام الألباني، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بمؤمن ومؤمنة حسنة. المؤمنين، عدد المسلمين الآن على مستوى العالم 1.3 مليار مسلم، تأخذ بكل واحد منهم حسنة، ثم تضرب هذه الحسنة 10، من جاء بالحسنة في 10 أمثالها 13 مليون حسنة، ثم تأخذ، ثم إذا قلتها مثلا 10 مرات بعد كل صلاة على عقل إصبعك هكذا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ستأخذ 10، اضرب 10 يبقى 130 مليار حسنة في 5 صلوات، 650 مليار حسنة. لو أنك قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أصبت كل الذين ماتوا من أولاد آدم حتى الآن، لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من أولاد آدم حتى تقوم الساعة، أصبت آلاف المليارات من الحسنات، وهو ذكر لن يأخذ منك أكثر من 2 دقيقة. سأتكلم عن بعض البدع. أولا، بدعة تقصير الصلاة وإطالة الخطبة. الرسول قال فقه الإمام طول صلاة الإمام وقصر خطبته منة من فقه. طول صلاة الإمام وقصر خطبته منة من فقه. فإذا للأسف هذه بدعة أيضا، الأئمة الآن يطولون في الخطبة أكثر من ساعة ويقصرون في الصلاة، بعضهم كثير منهم يقرأ بقصار السور كقول الله أحد وغيرها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى عن هذا وقال لأن فقه الإمام أو بلاغة الإمام أنه يقول كلمات وجيزة، يقول موعظة بليغة في كلمات وجيزة. فيبقى إذن السنة أن احنا نقصر من الخطبة ونطيل في الصلاة. فالإنسان إذا واحد منا وجد إمام يفعل هذا ينصحه يقول له حاول أن تقصر في الخطبة، حاول أن تطيل في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي أقوام من بعدكم يطيلون في الخطبة ويقصرون في الصلاة، وهذا ما يحدث الآن. بدعة أخرى، السيدة بعد كل ساعة أسف انتشرت عن حديث مجزوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من سجد سجدة بعد صلاة أعطاه الله كذا وكذا وكذا، حديث مجزوب وهو من وضع الروافض الشيعة ليس له أصل. السجدة لا تكون إلا بسبب قوي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد في حياته كلها إلا 4 أو 5 مرات. جاءك خبر نجاح ابنك، تقلدت مركز عظيم، كسبت مركز من المال، كسبت صفقة تجارية، حاجة تحصلش كل يوم، لكن مش اسمها سجدة بعد كل صلاة، كأنك تزيد في الصلاة وتبتدع في الله ما ليس فيه. فإذا وجدت إنسان يفعل هذا فانصحه في الله، قل له اتق الله لا تسجد. نحن لسنا أكثر
إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.